أسأل يقول أمي متبرجة وتخرج أحيانا متعطرة وأنا لا أقبل بهذا، ولكن يصعب علي نصحها، فهل علي ذنب؟ يعني يجب عليك أن تنصح لها، تنصحها، تذكرها بالله تبارك وتعالى، تكلم والدك أن ينصحها، يذكرها بالله تبارك وتعالى، أن يأمرها بعدم التبرج وغير ذلك. الأمر الثاني الدعاء لها في ظهر الغيب، ادعو الله لها أن يهديها وأن تتحجب وغير ذلك من الأمور، والله المستعان.